رجل انتقم لموته وهو ميت، ووصية آخر كانت رسالة إعدام قاتليه. قصة الوزير الذي أحس بأن الملك العجوز يريد به شرا، ولكنه انتقم لموته وهو ميت. أحس الوزير بأن الملك العجوز يريد به شرا، وذات صباح داهم الجند منزل الوزير وأحضروه إلى الملك، فاتهمه الملك باتهامات باطلة وقال له: جزاؤك الموت. قال: أطلب قبل موتي طلبة. قال الملك: أطلب أي شيء إلا العفو. قال الوزير: وصية تركتها لولدي في صندوق صغير وضعته تحت سريري، أوصلوها إليه. فأمر الملك السياف فضرب عنقه، ثم أمر الملك بإحضار الصندوق، فإذا فيه حبة ملفوفة بورقة، وقد كتب على الورقة: هذه الحبة يا بني تجعلك تعيش فوق 100 سنة. فرح الملك وابتلع الحبة فمات من ساعته. وهكذا أخذ الوزير بثأره وهو ميت. وتشبه هذه القصة حكاية نسبت إلى الزير سالم عندما أخذه رجلان ليقتلاه، فقال لهما: أوصيكما وصية أوصلاها إلى أولادي، قولا لهما: من مبلغ الحيين أني أباهما. ولما سمع الولدان هذه العبارة عرفا أن المقصود بها أبيات من قصيدة أبيهما التي يقول فيها: من مبلغ الحيين أن أباهما أضحى قتيلا في الفتاة مجندلا، لله درهما ودر أبيهما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فقتلا الرجلين الذين قتلاه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية من الأدب.